السلام عليكم. كثير ما نسمع قصص عن ناس تحدوا الظروف اللي مروا بيها وعاشوا في ظروف سيئة جدا وظروف صعبة جدا، لكن قدروا يتحدون هذه الظروف وقدروا ينجحوا. اليوم حنتكلم عن قصة لشخص مر بكل الظروف الصعبة، كل شيء تتوقع يحصل لهذا الشخص فهو حصل. هذا الشخص ولد في اليابان في أزمة الفقر والجوع في قرية بسيطة وبعيدة جدا. كانت تعاني عائلته من الفقر والجوع، حتى يقال انه 5 من اخوته ماتوا بسبب الجوع. كان ابوه يعمل في ورشة تصليح الدراجات الهوائية، وكان دائما يساعد ابوه في ورشة تصليح الدراجات الهوائية. لما صار عمره 15 سنة انفصل من المدرسة لانه كان يقضي اكثر وقته في ورشة تصليح الدراجات الهوائية حتى يعين عائلته. بعدها قرر انه يسافر الى طوكيو حتى يبحث عن عمل جديد، وفعلا سافر الى طوكيو واشتغل في ورشة تصليح السيارات. في اثناء عمله في ورشة تصليح السيارات عشق السيارات بشكل كبير جدا، بشكل جنوني، وصار عنده حلم لابد يكون عنده مصنع لصناعة السيارات ويكون باسمه. فاستمر عمله في الورشة لمدة 6 سنوات. خلال هذه الفترة كان يتفحص كل سيارة تدخل للورشة، كيف صنعوها، كيف جمعوها، ما هو الفرق بين سيارة وسيارة، ما هي العيوب اللي موجودة في كل سيارة. بعدها قرر انه يرجع لمنطقته القديمة ويفتح ورشة خاصة به، وفعلا رجع لمنطقته القديمة وفتح ورشة تصليح السيارات، وبدأ يبحث عن العيوب اللي موجودة في السيارات في ذلك الوقت وكيف يطور من هذه العيوب. وكانت أكثر السيارات اللي مشهورة في ذلك الوقت هي سيارات تويوتا، فصنع مكابح معدنية، في حين المكابح القديمة اللي كانت تستخدم في السيارات هي مصنوعة من الخشب. فصاحبنا صنع مكابح معدنية وقدمها لشركة تويوتا، لكن الشركة رفضوها لأنه ما كانت مطابقة للمواصفات المطلوبة. فأخذ المواصفات المطلوبة ورجع للورشة وبدأ يعدل على المكابح على المنتج الجديد، إلى أن آخر شيء وصل للنتيجة النهائية وقبلت شركة تويوتا على المنتج الجديد. فطلبوا من عنده كميات كبيرة، لكن واجه مشكلة، وهي حتى يجهز الشركة بكميات كبيرة لابد يكون عنده مصنع كبير، وإمكانية المادية في ذاك الوقت كانت ضعيفة. فقدم طلب للحكومة، لكن الحكومة رفضت طلبه لأن الحكومة اليابانية في ذاك الوقت كانت تستعد لدخول الحرب العالمية الثانية، فمنعت حتى مواد البناء، منعت بيعها في الأسواق، وخصوصا الإسمنت كانت الحكومة تحتكره فقط للعمليات العسكرية. فصاحبنا ما أيس ولا بدأ يلب يسب بالحكومة وبدأ يلوم بالحكومة وترك أهدافه وأحلامه، مثل ما للأسف البعض الكثير اليوم من الشباب يفعل. الحكومة ما ساعدتني، الحكومة حطمت أهدافي، حطمت أحلامي، أهلي، جيراني، أصدقائي، فيبدي يخلق أعذار للفشل. فصاحبنا ما أيس بل استمر وأصر على بناء المصنع. فبعد فترة من الزمن قدر يبني المصنع وقدر يشغل المصنع. بعدها بلشت الحرب العالمية الثانية، فصاحبنا واجه مشكلة وتحدي جديد، وهي أن الحكومة اليابانية في ذاك الوقت أجبرت الشباب على الالتحاق بصفوف الجيش والمشاركة في الحرب، فصار عنده نقص في الأيدي العاملة في المصنع. أيضا ما استسلم ولا أيس، استعان بالنساء في المصنع. يقال أنه صاحبنا كان في ذلك الوقت إيجابي بلا حدود، يعني كان في زمن الحرب والمشاكل والتحديات كان إيجابي. ومن ضمن إيجابياته اللي يتكلموا عنها كان يراقب الطائرات الأمريكية لما تنزل تغير وقود الطائرة، كان نفس المجموعة من العمال يراقب الطائرات الأمريكية لما تنزل تغير وقود الطائرة، كان يرمو بخزانات الوقود المعدنية، فكان يجمع هذه الخزانات المعدنية ويعيد تدويرها في المصنع، وكان يطلق عليها اسم هدايا الرئيس الأمريكي، كان يقول هذه هدايا مجانية من الرئيس الأمريكي. بعد فترة قصيرة وأثناء الحرب تم قصف المصنع وتوقف المصنع عن العمل. أيضا صاحبنا ما استسلم ولا أيس، في خلال تقريبا 3 شهور قدر يعيد المصنع من جديد ويرمم المصنع واستمر بالعمل. بعد فترة قصيرة من الزمن أيضا تم قصف المصنع وتدمير المصنع بالكامل، وهذه المرة صاحبنا رجع من الصفر، لكن صاحبنا لم ييأس ولم يستسلم. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استمر لمدة 4 سنوات يعيد بترميم وإنشاء المصنع من جديد، بالأخير قدر يرمم المصنع ويعيده من جديد واستمر بالعمل. لكن هذه المرة يا فرحة ما تمت، أيضا بعد فترة قصيرة من الزمن وقع زلزال مدمر في اليابان وتدمر المصنع بالكامل، وهذه المرة صاحبنا ما رجع من الصفر وإنما رجع من تحت الصفر. في ذلك الوقت كان اليابان يعاني من أزمة وقود السيارات، فكان الوقود عندهم قليل، فكانت الحكومة توزع الوقود بالتساوي على الشعب، لكن كميات جدا قليلة وبسيطة ما تكفي حتى الانتقال من منطقة إلى منطقة قريبة، فكان أكثر الشعب يتنقل عن طريق الدراجات الهوائية. صاحبنا قدر يصنع محرك صغير للدراجة الهوائية اللي كان يتنقل بها، ونجح في صناعة محرك بسيط وركب على الدراجة الهوائية. الجيران والمنطقة وكل الناس لما شافوا هذا الاختراع الجديد انعجبوا به، فطلبوا يصنع لهم كميات كبيرة، لكن صاحبنا كانت إمكانيته المادية جدا ضعيفة، فعقد صفقة مع كل ورشات تصليح الدراجات الهوائية وبيع الدراجات الهوائية على أنه يجهزوه برأس المال وهو يجهزهم بالمحركات الجديدة.
وقدر يجمع رأس المال وبنى مصنعه الجديد وبدأ يصنع محركات للدراجات الهوائية، وكانت هذه بداية ولادة الدراجات النارية اللي تشوفوها اليوم. الاختراع انتشر انتشار كبير جدا في ذاك الوقت في اليابان في كل مناطق ومحافظات اليابان، حتى تخطت مبيعات اليابان. كانت أمريكا نفسها تستورد هذه الدراجات النارية بكميات كبيرة جدا، حتى يقال أنه كانت مبيعاتها إلى أمريكا تقدر سنويا بمليون دراجة نارية، وحصل في ذلك الوقت على أفضل جائزة من إمبراطور اليابان. رغم كل النجاح اللي حققه في ذلك الوقت من بيع الدراجات النارية ورغم كل الشهرة اللي حققها، لا زال حلمه موجود بداخله، وهو إنشاء مصنع صناعة السيارات يكون باسمه. قبل أن ينشئ المصنع درس أحوال السوق ودرس المنافسين الموجودين في السوق، لأنه كان في ذلك الوقت كثير من مصانع السيارات، فبحث عن ميزة تنافسية ينافس بها شركات صناعة السيارات في ذلك الوقت، لأنه إذا كنت صاحب مشروع فلابد تكون عندك ميزة تنافسية تنافس بها الحيتان الموجودة بالسوق، وإلا بدون ميزة تنافسية فأنت تضحك على نفسك للأسف. صاحبنا اكتشف ميزة تنافسية مهمة جدا في السوق، أنشأ المصنع وبدأ يصنع السيارات وفق الميزة التنافسية الجديدة، ونالت سياراته شهرة كبيرة جدا في ذلك الوقت، وتخطت مبيعاته كل مبيعات شركات السيارات في ذلك الوقت. بعد كل هذه المعاناة اللي مر بيها وكل هذه التحديات اللي مر بيها، بالأخير قدر يحقق حلمه وينشئ مصنع لصناعة السيارات، وسيارات اليوم منتشرة في كل العالم وتحمل اسمه. صاحبنا هو سوتشيرو هوندا، مؤسس شركة هوندا للسيارات اليابانية. مقولة جميلة جدا لهوندا يقول: لما أنظر لتاريخ القديم والأيام القديمة أشوف أنه أنا ما حصلت غير سلسلة من الأعمال الفاشلة والأخطاء الكثيرة، بالمقابل أنا فخور بالإنجازات اللي حققتها، لكن رغم كل الأخطاء اللي عملتها ما أذكر مر عليها خطأ مرتين أو كررت الخطأ مرتين. يعني كل الأخطاء اللي مر بيها كان يتعلم من أول مرة، من أول خطأ يقع بيه كان يتعلم ويدرس الخطأ ويخطط ويصلح ويعالج هذا الخطأ. ثم يكمل كلامه فيقول: أؤكد لكم أن النجاح يمثل 1% من عملنا اللي ينتج عن 99% من فشلنا. يعني لا تلوم نفسك في حال أخطأت أو فشلت عدة مرات في أثناء محاولة صعودك للقمة، الفشل والأخطاء طبيعي جدا في أثناء مسيرتك لتحقيق النجاح. ما كان أحد يعتقد أن هذا الطفل الفقير المعدم من قرى اليابان البعيدة البسيطة الفقيرة المسلح بالأحلام والطموح والإصرار والعزيمة قدر يغزو العالم بأفكاره وابتكاراته. إذا كان هوندا يستطيع فصدقني أنا وإنت نستطيع، فقط إذا كان أكو حلم ورؤية واضحة وتخطيط وإصرار وعزيمة على تحقيق هذا الحلم مهما كانت الظروف. في النهاية لا تستسلم بمنتصف الطريق وتلوم حظك، فالحظ ما يجي للنائم المتشائم.